يا رب تكونوا بخير. النهارده الجمعه، شق بطريقه الحظر، شق بالطريقه الحديثه، على كل من تحب وعلى كل من يحبك، شق واسال وسلم. وبنقول للناس اخواننا اللي راحوا مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه وقعدوا يبوسوا في المقام الشريف، وان طبعا ده بيبوس مطرح ده بيبوس مطرح ده، ده ليه جدعنه ولا حاجه، وما فيش حاجه خالص قالت كده يا جماعه. يعني انت لما تروح تزور سيدنا الحسين ده شيء جميل جدا، زياره الموتى شيء جميل، والرسول ما نهى عنها فتره، وبعدين رجع قال زوروا، وزور زياره اهل البيت بركه وحاجه عظيمه جدا. لكن انتوا هتادوا كده، لان احنا الجوامع ترجع تقفل تاني، لان سمعنا برضو عن كلام في سيره زينب، واكيد في حاجات في السيده نفيسه، واكيد في حاجات في السيده سكينه، وقال البيت الحمد لله احنا عندنا منهم كتير، وحاجه عظيمه جدا جدا. فروح زور المقام، خش جوه واقرا زي ما انت عايز، ويعني عشان خاطر ما تضطرش وزاره الاوقاف انها تقفل بعض المساجد. فانت المساله في ايدك، اذا كنت عايز المساجد مفتوحه دلوقتي هي مفتوحه، انت اللي هتقفلها او حضرتك اللي هتقفليها، ما حدش تاني. فنخلي بالنا، ولانه مفيش حاجه خالص في يعني احنا مش هنتكلم في القضيه ديت، لان انا ما بحبش المس حاجات الناس حباها روحانيا يعني وبتاع، لكن دي ملهاش يعني ما فيش حاجه خالص. الحديده دي بتتغير، بيشيلوها وبيلمعوها وبيشيلوها وبيجيبوا غيرها وبيعمل، يعني دي حاجه ملهاش قيمه. الجسد الطاهر الشريف اللي موجود عندنا، ايوه طبعا ده حاجه عظيمه جدا، ومصر يعني حظها عظيم جدا في مساله اهل البيت، وانكم بتحبوا الزيارات، فعشان تفضل الزيارات مفتوحه وتفضل الزيارات موجوده، نرجوكم يعني ابعدوا عن بعض في الصلاه، ابعدوا عن بعض في التلامس، في حفاظا على صحتكم جميعا يعني.